مشاكل ونيس وعبلة خرجت من الورق وبقت حقيقة، وبعد ما كانوا بيمسكوا في بعض بس لما المخرج يقول أكشن، دلوقتي كلامهم قلب السوشيال ميديا وخلى الناس تشك في يوميات ونيس. هتتفاجئوا لما تعرفوا ليه محمد صبحي طلب الشرطة لعبير صلاح الدين، وإيه اللي دخل منى زكي ومصطفى شعبان بالموضوع. أنا ماريا مجدي، ويلا نعرف إيه القصة. الإعلامي سيد علي نقل رد محمد صبحي على كلام الفنانة عبير صلاح الدين اللي هي صاحبة دور عبلة في مسلسل ونيس. وحكى محمد صبحي في رسالة مكتوبة إن عبير جات له مع صديق وقال له ساعتها هذه السيدة ملهاش في التمثيل ومحتاجة إلى تدريب في الفرق لترشيح دور ليها. وحسب الفنان محمد صبحي الموضوع ده كان سنة 1994، وبالفعل دربها واختاروها بعد كده لدور عبلة، لكن بعدها عملت مشاكل مع المنتجة واتصلوا بالشرطة. واستغرب صبحي في تصريحاته عن عبير صلاح الدين، وقال ازاي يرد على واحدة كل خبرتها دور واحد جسدته وكمان بتكذب، في حين انه قدم للفن اكتر من 277 فنان، منهم مصطفى شعبان ومنى زكي وصلاح عبد الله ونجوم تانيين. الازمة بين الفنان محمد صبحي وعبير صلاح الدين كانت محل جدل خلال الساعات اللي فاتت، وده بعد تصريحاتها الأخيرة عن محمد صبحي وإنه تسبب في وقف حالها والتضييق عليها علشان ما تمثلش بعد ما اختلفت معاه. عبير أكدت إن الحقيقة بتزعل، ولو قالتها اللجان الإلكترونية هتدخل تروقها ومحدش هيصدقها، وهيقولوا إن هو اللي عملها بس ربنا شاهد وعارف. طبعاً ده كان كلامها. وكشفت لأول مرة كواليس خلافها مع محمد صبحي، وكملت حكايتها وقالت بعد 10 سنين رجعنا نعمل الجزء السادس، وكان حلو وفي نجوم كتير وعمل رد فعل كويس جداً، لكن الجزء السابع ما كانش ينفع نكمله لأنه كان مط وتطويل وحصل فيه خلافات كتير، وتوقف التصوير لمدة 6 شهور، صورنا فيه شغل وناس اتخانقوا مع بعض فمشيوا، فاضطرينا اننا نعيد التصوير تاني ببلاش وبدون اجر. عبير وضحت ان في فترة توقف التصوير بدأت تكتب حلقات مسلسل سيت كوم، ولما محمد صبحي عرف قال لها هتفضلي طول عمرك عبلة وبس، ومن بعدها مشاهدها بقت صامتة، ولما خلصوا الجزء السابع بطلوع الروح رفضت انها تعمل الجزء الثامن، فمحمد صبحي قال لها ازاي تعملي كده. وساعتها على حسب كلامها الناس القريبين منها قالوا لها انت الحل بتاعك حاجه واحده، انك تستسمحي الاستاذ محمد صبحي علشان تعرفي تشتغلي. قلت لهم لا انا مش هعمل كده علشان ما غلطتش. ومن بعدها الابواب اتقفلت في وشها ومعرفتش انها تاخد ادوار تانيه من 2010 ل 2015، لغايه ما قررت انها تهاجر لاهلها في كندا وتنسى خالص مجال التمثيل وتشتغل في مجال تاني. مسلسل يوميات ونيس بدأ 1994، وبعد نجاحه الباهر اتعمل منه 5 أجزاء تانيين ما بين 1995 لغاية 1998، علشان بعدها يتصور الجزء السادس في 2009 بعد رحيل سعاد نصر زوجة ونيس، وبعدها الجزء السابع في 2010 والثامن في 2013. والمشكلة ان تصريحات عبير صلاح الدين هزت الصورة المثالية اللي كانت ناس كتير بتشوفها في مسلسل يوميات ونيس، وخصوصا في حديث الثلاثاء اللي بيقدم نصايح للمجتمع، فتفتكروا مين فيهم اللي صادق ومين اللي بيقول اي كلام؟